السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حبيبة، حياكم الله في القناة. Hello everyone, this is حبيبة, welcome to the channel. ورحمة الله وبركاته. أول شيء حياكم الله. My favorite sweet cheesecake. اليوم رسمتنا بتكون عن باكوغي from My Hero Academia. بإمكانكم تقولوا أني رفعت الأقلام اللي استخدمتها، حتى كتبت الأرقام وكل شيء. أتمنى هتكون يعني useful حق أي حد منكم. For today video I did Bakugei from My Hero Academia. I already post also the cubic stones, the ones I used them on my video instead of writing them down, even though I already write them down and I already posted there. If I forget anything, just please forgive me. Bakugei, yes, Bakugei. Quite interesting character, so I'm going on. عندي باكوغي دابي انديفار. يعني قبل تكلمت بعد في هالموضوع من الشخصيات اللي عجبوني، وهالمرة ما اعرف اذا بامكاني اقول انه توتوريال او شو اسمه، بس هو يعني سبيد بنت، مش انه شي سبيشال فيه. والله اتمنى انه يعيبكم. شو سوينا نحنا هذا؟ والله شوف انا شو سويت هاي، مش هذا الاسبوع، شهرين المضى كانوا أسوأ شهرين بصراحة، إكستريني سيئين بسبب الشغل. يعني عمره ما كرهت الشغل نفس كذي. المهم أنا ما أريد أتكلم هالموضوع، فيديوهات عن الرسم ما أريد أدخل حياة الشغل حياة الفيديوهات. المهم الستونز اللي اخترتهم هالمرة حق باكوغي وايد حلوات، خصوصا حق الشعر. في هناك نوعين من التلوين، ممكن تختارون my preference، يعني الألوان اللي أنا اخترتها اللي تبدأ ب E51 I think تشوفون الحين. هم ثلاث ألوان لازم يكونون تقريبا E51 E53 E55. إذا تبون ألوان شعر نفس الأنايمي شفته من عند حد، كان E40 A43. جربوا هذا الاثنين وعطوني رايكم. انا بالنسبه حقي عايبني E51 بصراحه، احس الالوان عجبتني وهاديه فيها، وجربت الالوان الثانيه بعد طلع وايد حلو بعد، مو اقول لكم مش حلو، بس تحسونها لون الانايمي. يعني اللي حاب انه يلون بلون انايمي بهذا القلمين جربوه، واللي حاب انه يجرب الالوان اللي انا اخترتها جربوا بعد. الاوتفيت طبعا رسمته بنفسي، حاولت اني اجيب قدر ما اقدر نفس ديزاين الفايتنج اوتفيت فور هم يعني، وصحتني سويت حركة مكيسة كلارين، ما ادري اذا بتشوفونها واضحة. في الاورنج استخدمت مجموعة يو ار مع الريد، هم من نفس العائلة. اذا تشوفون يو ار يعني ار يلو ريد، فترموت مكسوم فيها، تلاعبوا بالألوان. هاي الثلاث ألوان اللي استخدمتهم. أتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم، وطبعا لا تنسون تسووا لي لايك كومنت. ما قلت كذي. المهم بما أني قلتها، لا تنسون تسووا لايك وكومنت وهالأشياء. لكن أنا أفضل أي بريفير يعني، إذا في شخصيات تبون تعرفوا الألوان مالتها، إذا تبون أسوي لكم توتوريال بليز يعني هيلب مي أوت، وعطوني يور سجستينج اقتراحاتكم عشان أقدر أسويها. وأشكركم على السبورت وأشكركم على كل شيء، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو ثاني. إن شاء الله هالفيديو ينال إعجابكم، وشكرا وباي باي.